اللي حصل دلوقتي ان بقى الزوج المسيحي يروح يتجوز مثلا في المنيا. عندنا حاله النهارده باسم الاستاذه منى متجوز وعايش في المنيا، جه على محافظه الجيزه غير طايفه انا اسف غير الشهاده بتاعته وجاب خلو مرأة واتجوز زوجه ثانيه. وعندي جاب خلو مرأة انا منين؟ جاب من الجيزه، من الكنيسه، من كنيسه في الجيزه. والاستاذ بيتر كان معانا، كنا لسه بنتناقش دلوقتي. عندي حاله متجوز ثلاث زوجات غير مراته اللي هي الاولى، برضو كان هو متجوز في سوهاج وخد الحاله الثانيه في شبين، يعني خد في محافظه ثانيه. في كل محافظه بيروح يطلع شهاده خلو الموانع، اتجوز واحده مسيحيه في كل حته. لا بس رد، معلش يا زلمه، لان قانون الدوله بيسمح في اوبستراكشن او اعتراض. يا محمد فكره خلو الموانع التي تتحدث فيه الاستاذه مربت النمر، هنا انا عندي زوجه واحده طالما الزوجيه الاولى قائمه ثم تزوج باخرى واخرى يقدم لمحكمه الجنايات فورا بتهمه التزوير في اوراق رسميه. انا بتكلم قانون. لا ما انا سعادتك قلت كده على عادل صدقي في حلقه سابقه قبل كده، وقلت ان قلت انه يخش السجن. سعادتك النهارده قانون الدوله بيسمح ويبيح ولا يجرم تعدد الزوجات حتى للزوج المسيحي. لا طبعا لا لا نعم، ما هو عادل صدقي اهو نعم جبتيها منين حضرتك؟ تعدد الزوجات في المسيحيه؟ طبعا للمسيحي مثنى وثلاث ورباع. هات لي حاجه بتحرم الجواز. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مثنى وثلاث ورباع. هات لي حاجه يا محمد بيه، انا هتكلم يا هتكلم. طب نسمع توضيح النقطه دي يا محمد بيه. افهمها ازاي استاذ صفا؟ لا ما انا هنغلوش بقى استاذه ميربت. لا لا اصل هي بتقول مثنى وثلاث ورباع، دي جت في الانجيل. استنى لحظه لحظه، حضرتك مفيش ما يحرم، مفيش ما يحرم. وهديك فرصه بس اسمعها للاخر. مفيش ما يحرم او يجرم تعدد الزوجات في المسيحيه، لان قانون العام الدوله لا يحرم تعدد الزوجات. ده الماده 267 عقوبات واضحه. سعادتك اتكلمي اتكلمي في الكتاب المقدس ولا في القانون؟ لا لا استنى 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 الاثنين. سعادتك النهارده هات لي ما يخل، هات لي هات لي حاجه اصحاح في الكتاب المقدس، اذا كانت العهدي عهدي الكتاب المقدس قديم وجديده، هات لي اي حاجه منهم بتقول ان احنا دلوقتي في حاجه بتحرم تعدد الزوجات. رد يا محمد بيه، هات لي حاجه من فضلك. تحدثي في حدود مهنتك. انا بتحدث في حدود مهنتك. اثبت لي حضرتك يا محمد بيه. هي سالت سؤال الماده يا عزيزي، هنسمعها. الماده 267 من قانون العقوبات واضحه وصريحه. انا بقول لسعادتك من الكتاب المقدس انه من يجمع. ماليش دعوه باللي بتقوليه. لا انا عايزه الكتاب المقدس دلوقتي. لا يجوز بحال من الاحوال يقدم لمحكمة الجنايات فورا. يقدم الكاهن يجمع الكاهن قبل الزوج. ده الاثنين يقدموا بعد بعضهم. ده جديد عليا انا، جبتها من ايه؟ ايوه سعادتك مفيش ما يحرم سعادتك. انا انا بكتب في الملف القبطي واعني كل كلمه تماما. يجيب لي حاجه، يتصل باي اب كان، يجيب لي اي حاجه بتناقض اللي انا بقوله. عايزين نتكلم في اللائحه، الناس بتموت. هات لي حاجه من الكتاب المقدس يا محمد بيه. طيب اهو ده برضه خلل، احد مظاهر الخلل. استاذ بيتر اسمعك، نسمع بيتر. على فكره ما خدتش انا الفرصه يا محمد بيه. اتفضل. فكره خلو الموانع اللي الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بتنص عليها هي فكره ايه؟ ان الكنيسه بيبقى الشخص موجود في